إن العالم ليس مستعدا بصورة كافية لمنع الحروب البيولوجية، كلمات تحذيرية قالها الأمين العام للأمم المتحدة عام 2016 الذي تخوف من قرب انفجارها في أكثر من دولة حول العالم، وخصوصا مع تنامي تأثير التطور التكنولوجي. يعرف السلاح البيولوجي بأنه سلاح صامت يفتك بالملايين من دون ضجيج، سلاح يطاول الإنسان وقد لا يسلم منه لا حيوان ولا نبات. البعض يطلق عليه اسم أسلحة الرعب الشامل. فما هي الحروب البيولوجية؟ وماذا عن ساحاتها وإمكانية ضبط نتائجها وعواقبها؟ ماذا عن الحروب الاقتصادية والإعلامية والنفسية التي ترافقها التي لا تقل خطورة عنها؟ وأين أصبحت الحروب البيولوجية في ظل التطور التكنولوجي وما يعرف بتكنولوجيا تحرير الجينات أو الكريسبر؟ وأين هي من المواثيق والضوابط الدولية القانونية والأخلاقية؟ وهل ستكون محور حروب الجيل الخامس الحروب البيولوجية؟ نستضيف فيها رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن الدكتور هشام جابر، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة وخبير الفيروسات الوبائية إسلام عنان من القاهرة، ومن صوفيا معنا محمد أبو عاصي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة اسمحوا لنا مشاهدينا أن نتعرف من خلال هذا التقرير على الأسلحة البيولوجية وأبرز حروبها. الحروب البيولوجية هي نشر مسببات الأمراض الفتاكة بين البشر والحيوانات والنباتات عمداً. الأسلحة البيولوجية هي بكتيريا أو فيروس سريع الانتشار، حاد التأثير، بالغ الضرر. ما هي خطورة هذه الأسلحة ومدى قوتها؟ خفية غير ظاهرة، فتاكة. هناك مجموعة كبيرة من البكتيريا والفيروسات المعدة وراثياً لمقاومة المضادات الحيوية، يمكن استخدامها كأسلحة بيولوجية أيضاً. الأسلحة البيولوجية رخيصة جداً مقارنة بتكلفة برنامج الأسلحة النووية. أبرز الحروب البيولوجية وكيف تم استخدامها. عام 1936 باشرت اليابان مشروعاً ضخماً للأبحاث على الأسلحة البيولوجية، وأجرت تجارب عديدة على سجناء بحقنهم بمسببات أمراض مثل الكوليرا والطاعون والجمرة الخبيثة. عام 1940 وأثناء الحرب العالمية الثانية نشرت اليابان البكتيريا المسببة للطاعون في مدن صينية بواسطة قنابل انشطارية، كما استخدمت براغيث حاملة لمرض الطاعون. عام 1943 بدأت الولايات المتحدة مشروع أبحاث على الأسلحة البيولوجية في ماريلاند، وما زال هذا الموقع يخدم الغرض نفسه لأغراض دفاعية فقط. عام 1952 اتهم فريق من الخبراء الدوليين الولايات المتحدة بأنها تستخدم أسلحة بيولوجية في حربها مع كوريا الشمالية. عام 1960 شكوك شبه مؤكدة تشير إلى استخدام الجيش الأمريكي أسلحة بيولوجية في حربه في فيتنام. عام 1972 وقعت 103 دول على اتفاقية تحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والكيميائية وتنص على تدميرها. عام 1979 انفجار في معسكر سوفيتي يقتل مئات الأشخاص بسبب إصابتهم بالجمرة الخبيثة. عام 2001 رسائل تحمل مسحوق الجمرة الخبيثة ترسل إلى عدة أشخاص في أمريكا وتنشر الذعر فيها بعد أن توفي بضعة أشخاص بسببها. مشاهدينا، بعد أن تعرفنا على خطورة الأسلحة البيولوجية وأبرز حروبها، نتحول مباشرة إلى دكتور هشام جابر. دكتور هشام، ببساطة ما هي الحروب البيولوجية، ويعني ما هي المسميات أيضا للحروب أخرى تندرج تحت هذا العنوان العريض؟ الحروب البيولوجية بيولوجيكال وورفير تدخل من ضمن الأسلحة الدمار الشامل NBC. هناك مادة تعلم في مدارس العسكرية في أمريكا، NBC يعني نوكلير بيولوجيكال اند كيميكال. في فرق كبير بين هذه الثلاثة حروب. نوكلير كنا نعرف أنه نووي يدمر البشر والحجر ويبقى يعني الغبار النووي لمدة طويلة، والنووي لن يستعمل، استعمل في الحرب العالمية الثانية. هناك
مخزون كبير من السلاح النووي، مش هنضيع وقت نقول، بس هو سلاح للردع ولم يستعمل ابدا منذ 75 عام خلصنا منه. هلا لن اعيد ما جاء في التقرير. صحيح. البيولوجيه والكيميائيه تستعمل واستعملت خلال العقود كلها الماضيه. الفرق بين الكيميائيه والبيولوجيه فرق كبير، لانه الكيميائيه تصيب لا تصيب الحجر حتما، تبقى الابنيه تقتل البشر وتقتل الحيوان وتقتل النبات. صحيح. البيولوجيه يعني جرثوميه تصيب الانسان فقط وتصيب النبات لحد ما، يعني بعض النباتات والحيوان. وسهل يعني اسهل بكثير من كل هذه الاسلحه الكيميائيه والنوويه ان انشر ابدا واشن الحرب البيولوجيه. هي كنايه عن ميكروبات فيروسات تحضر في مختبرات معينه، وموجوده المختبرات عند كل الدول الكبرى. هي اقل تكلفه من باقي الاسلحه؟ ما انا ما بدي اقول حتما اقل تكلفه حسب النوع، وهيدي قديمه قدم التاريخ، ما بدي اعود انا ل كرر التقرير ان استعملها هولاكو في الحرب، واستعملوها كانوا يرموا جذران يعني جرذان ميتي وحيوانات. صحيح. وجيف وحتى جثث قتلى مصابين بامراض ينتشر المرض. هلا اليوم بدي احكي هذه موجود من المختبرات، بتكلف حتما للابحاث بس ما بتكلف ابدا اكثر من ما بتكلف الاسلحه التقليديه ابدا ابدا، ولا الاسلحه التقليديه ولا بتكلف قد السلاح النووي وحتى السلاح الكيميائي. السلاح الكيميائي يتدرج يمكن من الغاز الكلور الى كل الغاز الخردل وغيره. هلا عم نحكي عن الجرثوميه، سهل كثير تحضيرها وسهل كثير نشرها بكل بساطه. يمكن وضعها في المطارات والاماكن التجمع، يمكن بالطائرات اذا كان غير مسافر العميل الذي يضعها، يمكن استخدام عملاء الذين يقومون بصيانه الطائره قبل اقلاعها، بيوضعوا شيء جرثومي ضمن الطائره، وربما هنا تكمن الخطوره. يعني معلوم يمكن وضعها بالكنائس بالجوامع بالقاعات محاضرات باماكن رياضيه اقتضها كثير من الناس، بكل بساطه توضع وتنشر. يعني بدي اقول لك الوسائل التي يمكن ان نستخدمها لنقل. سوف اعود الى هذه الوسائل، سوف اعود الى هذه الوسائل دكتور هشام، ولكن اسمح لي ان انتقل الى سيد اسلام عنان من القاهره. سيد اسلام، يعني ابرز الاسلحه البيولوجيه التي استخدمت عبر التاريخ، الطاعون، الجدري، الكوليرا، الجمره الخبيثه، ما مدى حضور هذا النوع من الاسلحه في واقعنا الراهن؟ حاليا احنا ما بنشوفش يعني حرب بيولوجيه بنفس الشكل اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده. الحرب البيولوجيه عاده بيستخدموا جرثوم معين او ماده حيه او مستخلص من ماده حيه تسبب اعلى قدر من الوفيات. اللي احنا بنشوفه حاليا هو ما فيش فيروس معين اثبت ان هو في العشرات السنين الاخيره يعني بيسبب مورتاليتي ريتس او حالات وفيات عاليه، وكان مصنع في معمل او لم يتم تاكيد ذلك. زي ما احنا على طول بنسمع غالبا اي اوت بريك بيحصل او ابيديميولوجي يعني ديزيز بيطلع في مكان معين، ده مصنع في لاب او مصنع في عن طريق الانسان. لكن حاليا احنا طبعا يعني زي ما اتقال في التقرير وزي ما دكتور هشام قال لحضرتك، يعني الكلام تاريخيا قديم جدا. حاليا في معامل كثيره في الدول الكبيره بس ما فيش حالات موثقه لاستخدام
حروب بيولوجيه واسعه النطاق تسبب قدر عالي من الوفيات. طيب بهذه الجزئيات وهذه الأريقات التي ذكرتها، اسمح لي ايضا ان انتقل الى السيد محمد من صوفيا. يعني الضيفان ركزا على ان هذا النوع من الحروب ليس بجديد، هي حروب قديمه. سيد محمد، ربما تعود ايضا الى المغول وسيطرتهم على اوروبا واسيا، ولكن في يعني تاريخنا الحديث خلال الحرب العالميه الثانيه كانت اليابان تتربع على عرش هذا الحروب البيولوجية. رأينا اليابان بأنها سممت تقريبا 1000 بئر مياه للصينيين، ولكن أيضا بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية في هيروشيما وناكازاكي، أيضا قيل بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإلقاء القبض على علماء اليابان المتخصصين في هذا المجال، وتم نوع من المقايضة، تعطون الولايات المتحدة الأمريكية كل تفاصيل هذا البرنامج، برنامج الحروب البيولوجية، ويتم إطلاق هؤلاء العلماء وهؤلاء الأطباء. هل يمكن الحديث اليوم عن أن الولايات المتحدة بعد تلك الفترة هي من تتربع على عرش استخدام أو حتى تصنيع الأسلحة البيولوجية برأيك؟ نعم، الولايات المتحدة وإسرائيل يتربعان الآن على عرش هذه على عرش التصنيع الجيني وتصنيع المواد الجرثومية التي تستخدم في الحرب البيولوجية. وكما ذكرنا في أحد الدراسات اللي عملناها قبل سنتين على شاشة الميادين، توجد حوالي 25 مختبر لتصنيع الفيروسات والجينات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وموجودة في 25 دولة. معظم هذه الدول في إفريقيا وفي الدول المحيطة في الاتحاد السوفيتي والصين، خاصة كان حول في جورجيا على حوالي بعد 20 كيلومتر من العاصمة الجورجية تلبيسي. وفي هذه المختبرات يتم تصنيع الأسلحة الجرثومية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية قانونا ومن ناحية قانونية هذه المختبرات ممنوعة في الولايات المتحدة. صحيح. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستخدام بعض الدول الفاشلة والدول الضعيفة جدا واللي تتبع في فلك الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة مثل هذه المختبرات. وتم بالوثائق عرض هذه المختبرات الموجودة في جورجيا، رغم أن الولايات المتحدة نفت علاقة الدولة الأمريكية في هذه المختبرات، إلا أن الوثائق اللي نحن طلعناها أن معظم العاملين في هذه المختبرات يحملون جوازات سفر دبلوماسية ومسجلين على السفارة الأمريكية. وأبرزنا في حينها أنه في هناك اتفاقيات موجودة بين جورجيا والبنتاغون وبين هذه الشركات الخاصة التي تدعي الولايات المتحدة أنها لا علاقة لها فيها، بين هذه الشركات الخاصة والبنتاغون هناك أيضا اتفاقيات لعمل هذه المختبرات. طبعا موجود منها في أفغانستان، موجود منها في جورجيا، موجود منها في دول أفريقية عديدة. ومن المعروف طبعا أنه معظم هذه الفيروسات اللي طلعت حتى الكورونا هي فيروسات جديدة، لا يستبعد، يعني لا نريد نحن ان نتحدث عن انه هذه الفيروسات سوف نتحدث بالتفصيل سيد محمد عن نعم. مساله الفيروسات، ولكن بكل الاحوال يعني الولايات المتحده واسرائيل متورطين جدا وبالادله وبالوثائق، ليست المساله موضوع نظريه مؤامره يعني انه الولايات المتحده تصنع هذه الفيروسات والجينات يعني. سنسال عن هذا الموضوع بالتفصيل عن مساله الفيروسات، وايضا ساسال عن الوثائق الذي شاركت ايضا في اعدادها وما هي الخلاصات التي تم التوصل اليها. ولكن دكتور هشام، اسمح لي ان اورد هذه المعلومه. مع تطور حركه النقل يمكن للفيروس ان ينتشر في غضون يوم واحد. في عام 2019 مثلا نقلت شركة الطيران تقريبا 4 مليار مسافر مقابل 2.4 مليار مسافر قبل ذلك بعشر سنوات. سؤالي هو إلى أي حد الأسلحة الجرثومية يمكن أن تبقى في دائرة الاحتواء، احتواء الدولة التي استخدمتها أو صنعتها؟ هل صنعتها بالمختبرات تبقى في المختبرات، أما هذه ولكن مع نشرها، مع نشرها تختلف الفيروسات والميكروبات أنواع عديدة، منها من يبقى على السطح، سطح ناشف أو سطح رطب،
ست ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة، ممكن تستخدم بواسطة البريد السريع، يعني نرسل إذا كان البريد السريع يحوي، يعني يمكن وضع من حط فيروسات ممكن تعيش 12 ساعة 24 ساعة. أنت قلت المطارات، أكيد هذه المطارات تطورت والطائرات تطورت ويمكن نقلها بكل بساطة حتما. بدي أرجع أعقب على أمريكا، أمريكا كان عندها مخزون كبير للأسلحة البيولوجية، بس الرئيس نيكسون أمر بتدميره. ومثل ما قال ضيفك الكريم، أمريكا أنا بشك أنه ضمن أمريكا بعد موجود مختبرات، لأنه ممنوعة قانونا في، ولكن في خارج أمريكا، خارج أمريكا مثل ما ذكر عدة دول عقدت محتاجة للدعم الأمريكي للمال الأمريكي سمحت بإقامة هذه المختبرات عندها أمريكا، وتدار أمريكيا تستطيع، أنا ما عم باخذ نظرية المؤامرة، تستطيع ساعة تشاء أن تقرر أن تختار فيروس أو ميكروب معين من هذه المختبرات وتنشره في عدة دول. وهون الوسائل اللي عم بيحكي عنها كتيرة، يعني ممكن طائرات، ممكن المطارات، ممكن يعني المطارات، لأن واحد بيلمسها وبيطلع بطيارة بيروح على بلد، بيلمسها الثاني على الأسطح وبيروح على بلد آخر. عندك كمان هيدا الأسلحة بينحك عنها كتير، عندك هدفها الإنسان، ما هيك؟ والإنسان أكتر شيء التنفس، جهاز تنفسي للإنسان والجلد، يعني بيختاروا فيروسات ميكروبات تصيب الجلد وتنتشر. في بالعلم الطبي أمراض معدية كونتاجيوز بسموها، وأمراض إبيديميك يعني وبائية. هن بركزوا على الأمراض الإبيديميك يعني وبائية تنتشر. هلأ مثل ما قلنا هدف الإنسان، هدف جسم الإنسان، جلد الإنسان، جهاز التنفسي، أو أنه التسمم. اليوم ممكن بكباية قد هاي أنا دمر مدينة بأسرة، لأنه بحط جرثومة جراثيم فيها أو بكتيريا، وببعت عميل بيحطهم بخزان المياه الذي يغذي هذه المدينة بالمياه. وهذه الإشارة مهمة دكتور هشام، وسأورد هذه المعلومة ثم أنتقل إلى تقرير وأعود إليه. قبل أن نتعرف على أهم الفيروسات التي هددت العالم المعاصر، نشير مشاهدين إلى ما كشفته وثائق الصليب الأحمر الدولي على أنه بعد سقوط مدينة حيفا في العام 1948 وتدفق آلاف الفلسطينيين من حيفا إلى عكا، بثت العصابات اليهودية مواد جرثومية في قنوات الري المتصلة بالمدينة لتصيب سكانها واللاجئين إليها من الفلسطينيين بحمى التيفوئيد التي انتشرت بين الأهالي. نتابع التقرير. أهم الفيروسات التي هددت العالم المعاصر: إنفلونزا الطيور، ظهر الفيروس بداية عام 2003، ثم سجلت دول عديدة إصابات به في السنوات اللاحقة، منها مصر في عام 2008. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن 630 إصابة بشرية مؤكدة أسفرت عن وفاة 375 شخصا. فيروس سارز بين عامي 2002 و2003 تسبب انتشار السارز بإصابة حوالي 8000 شخص. اكتشف فيروس كورونا البشري المنتشر في عام 2003 وهو مرتبط بالفيروس سارس. إنفلونزا الخنازير في عام 2009، كانت المخاوف الصحية تتمحور حول إنفلونزا الخنازير، تسببت بمقتل أكثر من 284 ألف شخص وفق ما أشار إليه تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر عام 2012. إيبولا، تم تحديد المرض لأول مرة في عام 1976، كان أكبر انتشار للفيروس حتى الآن في غرب إفريقيا الذي وقع بين 2013 و2016. فيروس زيكا، من 2007 إلى 2016 انتشر الفيروس في أمريكا الشمالية والجنوبية، وهو ما أدى إلى وباء فيروس زيكا عام 2015 و2016. فيروس كورونا بدأ انتشاره في عام 2019. بعد هذا التقرير عن أهم الفيروسات أتحول مجددا إليك سيد إسلام عنان. سيد إسلام،
يعني تساؤل شائع ومشروع، لماذا أغلب الأوبئة غالبا ما يكون مصدرها إما آسيا أو أفريقيا؟ على سبيل المثال الحمى الأسيوية، إيبولا، حمى هونغ كونغ، حمى لاسا، سارس، السحايا هي في غرب أفريقيا أيضا، وكورونا. وأما يكون مصدرها في دول أمريكا الجنوبية مثل فيروس زيكا وحمى فنزويلا، لماذا يعني تقتصر هذه الأوبئة على هذه الدول التي يقول البعض بأنها على خصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ تمام. هو عموما انتشار الأوبئة من علم انتشار الأوبئة من epidemiology perspective أوقات كتير بيكون راجع للجيو ماب، هو المكان الجغرافي اللي موجودة فيه الأوبئة دي. عادة أفريقيا مثلا تنتشر فيها الحمى النزفية لطبيعة البلد نفسها، أمريكا الجنوبية لطبيعة وجود الغابات، آسيا نظرا للأكل الحيوانات بأجمعها زي الكلاب والقطط زي ما شفنا في كورونا الجديد أكل الخفافيش والوطاويط وهكذا، فكل مكان ليه الأمراض بتاعته. لكن لو بصينا مثلا في أوروبا مثلا نلاقي برضو في أمراض منتشرة في شرق وشمال أوروبا مختلفة عن أفريقيا. فالموضوع انتشار الأوبئة مرتبط أكتر بالجيوغرافي بتاعة المكان نفسه أكتر ما مرتبطة بأن في انتقال من فيروس بيصيب ريس معين أو بيصيبش ريس معين. عادة ده ممكن يبقى برضو ليه عامل شوية، أن مثلا في بعض الأمراض بتصيب الأفارقة أكتر ما بتصيب مثلا الأسيويين، بتصيب الأوروبيين أكتر ما الشرق أوسطيين وهكذا. بس عادة مش محتاجين نربط ان بسبب وجود الامراض والاوبئه دي في بلاد افقر قليلا او عليها علامه استفهام ان ممكن تكون ده بسبب. هل هناك من وباء خطر اصاب الدول الاوروبيه يمكن ذكرها الان، او وباء ايضا خطر اصاب الولايات المتحده الامريكيه كان مصدرها الولايات المتحده الامريكيه عدا عن داء الخنازير؟ لو اتكلمنا في يعني في التاريخ شويه، الطاعون، الطاعون قتل تقريبا نص اوروبا. لا نتكلم عن السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة كان في الإبيديميولوجي الأوت بريك في أمريكا الزيكا، برضو إنه كان موجود في أمريكا الشمالية بس في أمريكا الجنوبية. أوروبا ما كانش عندها أوت بريكس نتيجة فيروسات، بس ده لطبيعة الجو في أوروبا الشمالية. هو الأمراض اللي بتصيب عندهم هي أمراض أكتر اللي هي بيسموها الكوميونيكابل ديزيز، نون كوميونيكابل ديزيزز اللي هي زي الأمراض العادية مش أوبئة. طيب. بس أنا يعني مش برجح إن ده بسبب حاجة induced أو human induced، إن الإنسان البشري نفسه هو سبب في كده. لا، هو سؤال مشروع ويتم طرحه يعني في أكثر من يعني عند أكثر من محطة في الواقع، ووجب علينا يعني نقله لك سيد إسلام. أتحول إليك سيد محمد، يعني أتيت على ذكر الوثائقي الاستقصائي عن فيروسات دبلوماسية، أي خلاصة وصل إليها هذا الوثائقي؟ الأول الخلاصة أن الولايات المتحدة تنتج في هذه المختبرات فيروسات وتطور فيروسات أخرى، وكان أكثر ما لفت الانتباه عنا أنه فيروس الحمى اللي بسبب الحمى الأفريقية أو الحمى الصفراء تم تطويره وتم تجربته في أوكرانيا، وحدثت عدة وفيات بهذا المرض الذي ظهر في أوكرانيا بشكل يعني يختلف شوي عما كان في افريقيا، وفي افريقيا على اساس انه هذا الموضوع انتهى. الموضوع الثاني يعني اللي نوهنا عليه في الدراسه انه معظم هذه الفيروسات الجديده سواء الايدز، الايبولا، الحمى الصفراء وغيرها ظهرت خلال فتره السبعينات. وخلال فتره السبعينات معروف انه من السبعينات في هناك في افريقيا تعمل كثير من هذه المختبرات الأمريكية، يعني ما كانش صدفة ظهورها في خلال 10 سنوات خلال فترة السبعينات في أفريقيا. يعني ما بعتقدش أنه هذا السبب، أو ما لا نعتقد أنه السبب يكون فقط يتعلق بالمناخ أو بالجو، لأنه في كثير دول تحتمل نفس المناخ وبنفس الجو ما كانش تظهر فيها هذه الأمراض. فبالتالي اللي بدي أنا أقول أنه رغم أنه هذه المختبرات ممنوعة في أمريكا وممنوعة في أوروبا وممنوعة إلى أنه لا زالت موجودة في
بعض الدول، ونحن نوهنا واعطينا دليل وبالوثائق حول هذه احد هذه المختبرات اللي موجود في اوكرانيا، ونوهنا عدد الدول ايضا 25 دوله تتواجد فيها مثل هذه المختبرات. على فكره اسرائيل احد هذه الدول اللي موجود فيها احد هذه المختبرات وتقوم بعمليات تجارب بهذا الاطار. طيب سوف نذهب مشاهدينا الى فاصل قصير ومن ثم نتابع هذا الحلقه، ابقوا معنا لو سمحتم. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا، ونجدد أيضا الترحيب بضيوفنا رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن الدكتور هشام جابر، وبمدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة وخبير الفيروسات الوبائية إسلام عنان من القاهرة، وأيضا من صوفيا نرحب بمحمد أبو عاصي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا. ولكن قبل أن نستأنف النقاش من جديد اسمحوا لنا مشاهدينا بأن نضيء على دور الإعلام ومواقع التواصل في نشر الذعر لتصبح ساحة أساسية في أي حرب نفسية ترافق الأوبئة. تقوم الحرب البيولوجية على استهداف العدو بفيروسات وأمراض قاتلة لخلق وباء معدن، لكن لا شيء معدن أكثر من الخوف والذعر. الأعلام ومواقع التواصل تؤدي دورا خطيرا في نشر الذعر والهلع، حيث أصبحت ساحة أساسية للحرب النفسية. قد يستهدف سلاح بيولوجي عشرات أو مئات الأشخاص، لكن تناقل الشائعات والصور والأخبار المزيفة يؤدي إلى إحباط مدن وإرهاب بلدان بأكملها من الداخل، ويصبح كل فرد خائفاً من الآخرين. في عصر التكنولوجيا الرقمية ينتقل الخبر الكاذب بنحو أسرع من انتقال أي وباء أو جرثومة، وإذا كان هناك من دواء أو لقاح لمواجهة الأمراض فإن خطر نشر الفبركات يستمر طويلاً حتى بعد دحضها. وفيما كانت الصين تواجه فيروس كورونا، انتشرت آلاف الصور والفيديوهات المزيفة عن أشخاص ينهارون في الشوارع، والهدف منها كان التسبب في انهيار معنويات الشعب وهو يواجه الوباء. في أذار مارس 2003 وأمام مجلس الأمن، رفع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول علبة قال إنها نموذج لسلاح الجمرة الخبيثة البيولوجي، واتهم العراق باقتناء هذه المادة وتطويرها. هذا الاتهام تبين لاحقا بطلانه، لكن أمريكا احتلت العراق ودمرت مقدراته وسرقت ثرواته، وبقيت هذه الصورة تعبر عن أبرز ذريعة لاستخدام السلاح البيولوجي في العالم عبر الكذب والتضليل. بعد هذا التقرير أتحول إليك مباشرة سيد دكتور هشام. بعيدا عن الخسائر البشرية المباشرة وغير المباشرة للحروب البيولوجية، هناك حروب ترافق هذا النوع من الأسلحة، حروب اقتصادية، إعلامية، نفسية وحتى ثقافية، وهذا ما رأيناه في وباء الكورونا. هل هذا يعزز فرضية وقوف دولة بعينها وراء هذا الفيروس، أم إنه لا يتعدى الاستثمار في الأوبئة؟ يعني نظرية المؤامرة واردة، بس ليس هناك إثبات. يعني فيما يتعلق بالكورونا كثير بيتحدثوا، وبوسائل الإعلام أنه أطلقتها مختبرات ووجدنا مختبرات أمريكية وإلى آخره. أنا ما عندي، لا أستطيع أن أؤكد أو أن أنفي، بس نحن عم نحكي عن حرب الغير التقليدية، منها الحرب البيولوجية. وسمعت التقرير، يعني كمان هذه الحرب تستثمر إذا كانت طبيعية حصلت يعني في هذه البلد، وإذا كانت مصطنعة وزرع الفيروس كمان برافقها حرب نفسية تؤدي إلى نفس الهدف، يعني الرعب وأحباط المعنويات والذعر، وبينصابوا الناس نفسيا وآخرين ينصابوا جسديا بواسطة المرض. هون أنا كمان بدي أقول يعني شغلي أنه أمريكا ليست بريئة حتما عن هذه الحروب، وبتعترف أنه هي عندها حرب بيولوجية. صحيح. بس وبتاريخ أمريكا، هون بدي أرجع شوي للتاريخ، يعني من 817 ل 845
كان في حرب ضد الهنود الحمر بيولوجية في أمريكا، هذه أكدت في التاريخ، لأنه هن موجودين بجيتو بأماكن خاصة فيهم، تمت إبادتهم بواسطة الأوبئة والجراثيم، وخاصة مرض الجدري، كانوا يبعثوا لهم مساعدات، حرمات يعني أغطية وتقضي عليهم. واستمرت الحرب البيولوجية ضد الهنود الحمر من أمريكا حتى 1907. نعم. يعني هذه مأكدة بالتاريخ. هلا حاليا يعني أنا بدي أقول إنه خطيرة جدا، ما بدي أكرر اللي قاله التقرير، خطيرة جدا، سهل جدا القرار بإطلاق هذه الحرب، صعب جدا إثبات إنه هذه مصطنعة وصارت حرب معلنة. كمان بدي أقول تعقيبا على سؤالك مهم، ليش بتصير ببلدان آسيوية ما بتصير ببلدان تانية؟ في أمراض بالتاريخ أو بالجغرافيا أو بعلم الطب تحصل طبيعية بأماكن معينة، في أمراض آسيوية، في أمراض بتصير بأفريقيا بين الأفريقيين، فهولي الموجودين بالمختبرات عم بيحضروا فيروس معين، جماعة أذكية بيوضعوها لهذه الفيروس وبيطلقوها بالمكان المناسب الذي يترافق مع المنطق والعقل، انه هيدي بتصيب الافريقي عادة عبر التاريخ، ما جديدة عليه، هيدي امراض متطورة بامراض تحصل في افريقيا، امراض متطورة فيما يحصل في اسيا. وكمان كما ذكرك يعني ضيفنا الكريم، انه لما بياكلوا بالصين قطط وبياكلوا خفاش وبياكلوا كلاب مثلا، هيدي اكتشفوها. طيب مش صعبة، انا عارف انه هذه الحيوانات فيها نوع من الفيروسات، بستغلها اذا بدي ازرعها وبطلق هذه الفيروسات. لكن هذا ليس بالامر الجديد، ليس بالامر الجديد، بس ما استطيع مؤكد الاستثمار لهذه الحرب اكيد. ومن الواضح بان هناك يعني حرب ثقافيه اليوم نراها تشن تجاه دول بعينها على خلفيه عادات يوميه وليست بجديده، لذلك اليوم اسمحي لي بس ايران، يعني انا شفنا شو اطلقوا، صار هالمره بايران مثل ما صار بايطاليا، مثل ما صار بالصين، مثل ما صار باوروبا. طيب ليش ركزوا على ايران؟ لانه ايران تتعرض لحرب اقتصادية ولحرب نفسية ولحرب سياسية، ولذلك سألت عن الاستثمار وعن الحروب. نعم. التي ترافق هذا النوع من الأوبئة. أتوجه إليك سيد إسلام عنان، يعني من ميرس إلى سارس إلى إيبولا إلى كورونا الجديد، أي من هذه الأمراض يعني أثبت بأنها مصنعة مخبريا أو في المختبرات؟ طيب هو طبعا طلعت يعني كونسبيرسيرز او نظريات مؤامره كتير في كل الامراض اللي حضرتك ذكرتيها حاليا، ان هي مصنعه في المعامل وبواسطه انسان. هو ببساطه الفيروس او الحرب البيولوجيه المصنعه في لاب ليها بايو اسي معين، ان يتم اكتشاف ان ده مش نتيجه ميوتيشن طبيعيه، تحور طبيعي للفيروس. فكل الفيروسات بما فيها فيروس كورونا المستحدث كوفيد 19 بمنتهى السهولة، لذلك ضيوفنا الكرام وحضرتك والتقارير كانوا بيقولوا كل مرة حصلت حرب بيولوجية مصنعة عن طريق الإنسان حصلت سنة كذا ونتيجة كذا وعلى فيروس كذا، لأن حاليا الكود الجيني للفيروسات بيخلينا سهل جدا نعرف هل ده حصل له تحور طبيعي ولا تحور induced، يعني معمول عن طريق إنسان في لاب. الفيروسات الحاليه كورونا، كل فصيله كورونا هي فيروسات تم تحورها طبيعيا ناتشرال ميوتيتد من الحيوانات للانسان. هي فيروس كورونا في العامه هي فيروسات عاديه للحيوانات، موجوده في الحيوانات بكثره وتتناقل من حيوان لحيوان. الطفرات اللي كانت بتحصل هي طفره ان الفيروس ده يجامب من حيوان لانسان، زي ما شفنا في سارس، زي ما شفنا في ميرس، وزي ما شفنا حاليا في كوفيد 19. فكرة ان هي ممكن تكون مستحدثة، يعني في حاجات كتير بتخلي الناس شكت، خصوصا في كوفيد 19، ان هي تمت في قبل السنة الصينية الجديدة، حاليا الصين بتشغل 20% الاقتصاد العالمي وهكذا. لكن مفيش حد يقدر ان هو يطلق فيروس انديوز من معمل
ده الانتشار الكبير ده من غير ما هيتم كشف. حاليا في 4 وسائل للكشف عشان تفرق ما بين الفيروس اللي متصنع في معمل وما بين الفيروس اللي حصل له ميوتيشن طبيعي، والموضوع ده سهل. والدولة لو كانت في دولة هتقدر انها تعمل كده هتبقى عارفة ان غالبا في يوم من الايام هيتعرف، ولو اتعرف دي غالبا ممكن تؤدي لحرب عالمية. فبالتالي فكرة استخدام حاليا حرب بيولوجية هي فكرة خطيرة للغاية، لان الصين متطورة جدا انها تقدر تعمل الاربعة بايو اسيز للفيروس تعرف هل ده كان طبيعي ولا لا. فبالتالي انا بعيد شويه عن نظريه المؤامره في كوفيد 19 بالذات، خصوصا ان نسب الوفيات فيه من 2 ل 3%، وغالبا لو حد عايز يعمل حرب بيولوجيه هيحاول يعملها في حاجه بيسموها كنترول جيو ماب باي مورتاليتي ريت، يعني في يخليها الواقع سيد مقفوله اسلام، يعني مقفوله والوفيات قليله، لكن هو يسيبها تنتشر في المطارات وتوصل له هو، فدي اللي صعبه. حاجه تانية في البايو اسي فكره البؤر المشابهه، اكتر حاجه تميز الحرب البيولوجيه ان يبقى في كذا بؤره للفيروس، احنا ما نعرفش نتريس كل حاله للصين. حاليا كل حالات كوفيد 19 نقدر نراجع حتى الحالات اللي ظهرت في الثلاث بؤر الخارجيه، كوريا الجنوبيه وايطاليا وايران، الثلاث بؤر الخارجيين كلهم قدرنا نتريس باك نرجع تاني لمصدر اصابه واحد اللي هو الصين، ودي الحاجه طيب اللي بتفرق فقط النهايه يعني فيها لاصل الفرق بين الى الحرب البيولوجيه والتانيه. نعم فقط لاصل الى جواب لسؤالي بشكل مباشر، ليصل ايضا الى المشاهد، يعني يمكن القول بأن الفيروس لم يثبت بأنه مصنع مباشرة من مختبر، ولكن يمكن أن يتطور هذا الفيروس من خلال المختبرات. ينفع يتطور خلال المختبرات بس هيتعرف، لأن هيتعرف الميثودولوجيز نفسها سهلة. طيب اسمح لي أن أتوجه إلى سيد محمد. سيد محمد، يعني ما احتمالات التدخل البشري، ولكن بعيدا عن الحكومات نتحدث عن الشركات التي من الممكن أن تستفيد من انتشار الأوبئة. على سبيل المثال انتشار إنفلونزا الخنازير اتهمت في إنتاج شركات أدوية ورجال أعمال أمريكيون من أجل إنتاج لقاحات تدور أرباحا عليهم. ما إمكانية التدخل البشري يعني بعيد عن الحكومات؟ بالتأكيد يعني في ظل نظام العولمة الموجود حاليا والشركات اللي عابرة للقارات واللي حاليا في شركات أدوية أكبر حجم اقتصادها أكبر من دول كثيرة في العالم، لا شك أن في لها مصالح ممكن أنها تلجأ إلى استخدام بعض هذه الوسائل وربما أساليب مبتكرة جديدة من أجل تصريف عملية الأدوية. ولكن يعني إذا بدنا نأخذ الكورونا نموذجا على سبيل المثال لحرب بيولوجية مصغرة، أنا لا أقول يعني ليس بالضرورة أن كورونا أصله هذه الشركة أو تلك أو هذه الدولة أو تلك، ربما يكون بشكل طبيعي ليس هذا المهم. المهم في هذه الحالة كيفية تعاطي العالم مع مثل هذا الفيروس. لاحظنا أن عملية التوظيف السياسي والاقتصادي والإعلامي تمت في أعلى مستوياتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن صار في ركبهم من الدول الأوروبية. يعني خلينا نأخذ نموذج بسيط جدا، يعني عدد الإصابات في إيطاليا 3000، كانت عدد الإصابات في الصين لا يتجاوز 10 أو 20 ألف، يعني بالنسبة لتعداد الصين رقم لا يذكر، بينما في إيطاليا لا يذكر. كيف تم التعامل مع إيطاليا اللي الطيران لحد اليوم شغال بين كل الدول الأوروبية وإيطاليا لا زال شغال، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا لا زال شغال، بينما تم فرض نوع من الحصار الاقتصادي على الصين وكلف الصين فقط، يعني في الحصار الاقتصادي كلفت الصين لحالها حوالي 300 مليار باستثناء ال 160 مليار اللي الصين خصصتها للقضاء على فيروس الكورونا. إضافة لهيك يعني لاحظنا في عملية التوظيف السياسي اللي تمت في الكورونا في الصين، عندما بدأ التحريض على الحكومة الصينية، بدأ التحريض على الحزب الشيوعي الصيني، بدأ التحريض على في من أجل إثارة الفتن داخل الصين وهكذا. ونفس الحكي عم نشوفه عم يتكرر في ايران، بينما ما بنلاحظش هاي الهجمه في كوريا الشماليه، في كوريا الجنوبيه اللي بتعتبر حالها ديمقراطيه، او في ايطاليا اللي بتعتبر حالها ديمقراطيه. بنلاحظ انه لا، بايران وبالصين الحزب الدوله الحاكمه هي اللي بتتحمل المسؤوليه، بينما في ايطاليا وفي كوريا الجنوبية لا، ما فيش هذا الكلام. طيب دكتور هشام جابر،
قلنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مختبرات للأسلحة البيولوجية على أراضيها. اسمح لي أيضا أن أرد بعض الاتفاقات التي منعت إنتاج هذا السلاح، مثل اتفاق جنيف عام 25 ومعاهدة عام 72. ولكن أيضا هناك معلومة عن أن الإدارة الأمريكية أدخلت بند على مواد قانون الباتريوت أكت لعام 2001 يتيح بمجابهة للحكومة تطوير وتخزين أسلحة بيولوجية ونظم إطلاقها دون قيود، أي فعليا إلغاء الاتفاقيات السابقة. هل يمكن أن تكون الحروب البيولوجية أو هل يمكن أن تتصدر حروب الجيل الخامس برأيك؟ حتما هي قديمة قدم التاريخ، إلا أنها تتطور، وفي حروب الجيل الخامس أنا برأيي ستكون أساسية من ضمن أسلحة، من ضمن عائلة الدمار الشامل نوكلير، أن ينتفى يوضع على جنب لن يستعمل. عندك الحرب الكيميائية أيضا يمكن أن تستعمل. أنا برأيي الحرب البيولوجية ستتقدم على الحرب الكيميائية. ليش؟ لماذا؟ أولا سهل جدا نشرها، ثانيا لا طعم ولا لون ولا رائحة. الحرب الكيميائية كلها في إلى رائحة معينة أو طعم، يستطيع الإنسان أن يحتمي التنبه لها، مع التنبه وأنه كمان يحتمي منها. أما هذه تنتشر بسرعة، هذه ميكروبات، هذه فيروسات تنتشر بسرعة ودون أي كلفة وبتعمل وباء. كنا بنعرف اليوم الحرب الكيميائية أطلقيها على محل معين تنحصر في هذا المكان، هيدي الغازات السامة، أو قليلا قرب المكان. أما الحرب البيولوجية تنتشر بسرعة ومن تعبر القارات بدان في وسائل نقل. وأنا بدي أرجع أكد هون على نقطة مهمة، الاستثمار. ما بدي أقول من أطلقها أو كانت طبيعية أو أطلقت من قبل أمريكا أو غيرها، بدي أقول استثمار. ضيفك الكريم كلامه كتير دقيق، أنه تم استثمارها سياسيا واقتصاديا، هون بدي أركز سياسيا واقتصاديا وضمن الحرب النفسية. فإذا الثلاثة حققوا مكاسب إذا بدي أقول سؤال لجانب الولايات المتحدة الأمريكية. ليه؟ لأنه شفنا مين؟ إيران، تم التركيز على إيران. صحيح. الصين، تم التركيز على الصين. تضررت إيران اقتصاديا، تضررت إيران نفسيا، حرب نفسية، وكذلك الصين. الضرر اللي لح الصين هائل. كنا بنعرف أرقام هائلة. هذا ونعرف في صراع اقتصادي وسياسي بين الصين وأمريكا. فإذا برجع بقول كمان سريعا، شركات الأدوية هذه قوية كتير في العالم، ممكن كتير أنه تستثمر هذا المرض لتحقق أرباح المليارات. معلوم حتما. طيب أتوجه إليك سيد إسلام بسؤال أخير لحضرتك بشكل خاص. ما إمكانية انتقال صناعة الأسلحة البيولوجية من الحكومات إلى الأفراد، وبالتالي استخدام ما يصطلح على تسميته إرهاب بيولوجي؟ وهل يمكن أن تساهم التكنولوجيا الجديدة كتكنولوجيا تحرير الجينات بانتشار الأوبئة أكثر فأكثر في السنوات المقبلة؟ طيب أنا هرد في مجال تخصصي أكثر، أنا دكتور اقتصادات صحة وانتشار أوبئة، فأنا هرد بعيدا عن السياسة والإرهاب البيولوجي. لا مشكلة. إن الأكثر وأنا متفق مع الضيفين الكريمين في أن استغلال الموقف أو being opportunistic ده هو السمة المميزة عموما في الأزمات، أكتر من أن أنا أفتعل المشكلة نفسها وأفتعل الحرب البيولوجية. هل وجود أفراد ممكن أن هم يقدروا يعملوا حرب بيولوجية وهكذا؟ الموضوع أصعب بكتير، لأنه موضوع محتاج معامل كبيرة جدا ومحتاج تحليل جيني على أعلى مستوى. صعب أن جماعة صغيرة أو أفراد قليلين يقدروا يعملوا إلا بطرق بدائية. إحنا شفنا ساعة الجمرة الخبيثة دي إلى حد ما محاولات نقدر نقول أن هي بسيطة فردية، في إيفن حتى
نظريات مؤامره تقول ان هي كانت يعني امريكا اللي عاملاها ضد امريكا عشان الاختلاء عذر معين. بس يعني بعيدا عن كل نظريات المؤامره، انا شايف ان استغلال الموقف ده بتبقى الصفه المميزه سواء لشركات الدواء او لبعض الحكومات الاخرى، ان في انتهازيه شويه، ان في ازمه حاليا مثلا في الصين، فدي فرصه كويسه لاسواق تانيه ان هي تحل مكانها. في فرصه كويسه جدا ان بعض شركات الدواء تسرع على قد ما تقدر ان هي تنتج امصال وادويه ومبيعاتها تبقى بالمليارات. فده رايي البسيط. لكن هل بقى وجود التحليل الجينوم زي ما احنا بنقول الهيومن جينوم اناليسيس اللي بيتم في المعامل المركزيه مستوى العالم ده ممكن يساعد بعض الدول ان هي تتعرف على الجينوم البشري، فبالتالي تنتج ادويه بيولوجيه مخصوصه لريس معين، يعني ممكن تبقى تستهدف نعم. شرق اوسطين فقط او لا؟ ده نظريه يعني قائمه او فرضيه قائمه بقالها عشرات السنين، صحيح. والموضوع هم مش محتاجين كل هذه التكاليف عشان يقدروا يقروا الشفره الجينيه لشعب معين. نعم. يعني حاليا بكل الهجره اللي بتحصل على مستوى العالم، العالم كله بقى فيه كل الجنسيات وفي كل الريسز، انا مش محتاج ابقى اعمل معمل في بلد اوروبي عشان اعرف الجينوم بتاع الشرق الاوسطيين شكله عامل ازاي، هم عايشين في اوروبا. انا كل المعامل اللي بتحصل او اي شخص اوروبي، احنا انجلترا بقى فيها نسبه المهاجرين اكتر من الانجليز نفسه، محتاج اقدر اعمل الجينوم ده اعمله للموجودين هناك. مش يعني منع سفر، وده اللي احنا شايفينه في الوطن العربي، منع سفر العينات من بلادنا لبره للتحليل، دايما كان الخوف ان احنا خايفين حد ياخد الجينوم والشفره الجينيه بتاعت الشعب عندنا ويعمل حرب بيولوجيه عليه. الموضوع اسهل من كده بكتير، هي الشفره الجينيه موجوده بالهجره، وان انا اقدر نعم. اتارجت شفره جينيه لشعب معين سهل ان انا اعمله من غير ما اكون واخد منهم عينات. في أقل من دقيقة، فبالتالي الفرضيه دي يعني ضعيفه شويه. تبقى فرضية. في أقل من دقيقتين سيد محمد، يعني من الواضح بأن ليس هناك من رادع قانوني لدى الدول للتوقف عن إنتاج هذا النوع من الأسلحة أو حتى استخدامه بطريقة أو بأخرى. أي رادع يجب أن يشهر بوجه هذا النوع من الأسلحة؟ هناك دول تعتمد الرادع الأخلاقي، اليوم نحن أمام أي رادع لاحتواء هذا النوع من الأسلحة؟ يعني من الواضح أن الردع الأخلاقي لم يعد كافيا. يعني من المفروض يكون الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو هذه الدول المعنية جميعها تتصدى لهذه المحاولات ولتجديد الرقابة على هذه المختبرات. يعني من الواضح حتى نقول شغلة واحدة، أنه هذه الفيروسات إذا انتشرت بغض النظر عن مين الجهة اللي نشرتها وماذا كانت تهدف من وراءها، لم يعد باستطاعه احد السيطره عليها. يعني مثل ما حكينا ذكرتي سيده كريمه في بدايه البرنامج، يعني في عندنا 3 4 مليار بالسنه عم بيسافروا وينتقلوا، العالم اصبح مفتوح. صحيح. لم يعد من الامكان حصر هذا الفيروس في منطقه معينه وفي او في جهه حد معين، يعني حزم بعض ده. فبالتالي هذا يتطلب من تكاتف المجتمع الدولي وعدم الانجرار وراء الاستغلال السياسي والاقتصادي والاستغلال اللا أخلاقي بهذا الموضوع، بل التركيز على التصدي لهذا المرض حقيقة وليس قولا وعرض مساعدات فاضية مثل ما عم يعرض الولايات المتحدة على إيران. شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو عاصي، كنت معنا من صوفيا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا، وأيضا أشكر موصول لرئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد الركن دكتور هشام جابر، وأيضا لمدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة وخبير الفيروسات الوبائية إسلام عنان، كنت معنا من القاهرة، شكرا لكم. ولكن مشاهدينا اسمحوا لي بأن أستعيد تقريرا قديما يعود إلى العام 1998 لأنهي هذا الحلقة، وقد نشرتها صحيفة ساندي تايمز البريطانية. التقرير تحدث عن مشروع إسرائيلي إنتاج قنبلة جينية عرقية لقتل العرب من دون غيرهم. التقرير يذكر أن أبحاثا طبية استطاعت أن تميز جينا معينا متوافرا لدى العرب من دون غيرهم، ويجري العمل على هذا المشروع في معهد الأبحاث البيولوجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نيس تيزونا. البعض يقول إن المشروع يبقى نظريا، نعم، ولكنه مشروع. إلى اللقاء.